مع هاي الخدعة ما حدا رح يقدر يلمس تليفونك بإذن الله. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهالفيديو من جديد، معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. اليوم معنا هالتطبيق الرائع والبسيط جدا اللي كله عبارة عن كبسة واحدة ولكنه مفيد كثير. طبعا عشان تحمل هالتطبيق رابطه موجود أسفل الفيديو بالوصف أو بأول تعليق أو من البطاقة اللي ظهرت يمين أو شمال الشاشة. بعد ما نحمل التطبيق طبعا رح تيجي هون تعمل له Active No Touch، تشغله رح يطلع عندك هاي الأيقونة. طبعا بإمكانك تحركها وين ما بدك، وبإمكانك كمان تسحب طرف الشاشة وتحكي له هايد من هون عشان تخفيها إذا كنت حاب تخفيها. إذا كنت حاب ترجعها بإمكانك تحكي له Show Lock. أوكي، شو الفايدة من القفل اللي موجود هون؟ الفايدة إنه تكبس عليه دبل كليك تم تفعيل القفل. حاليا لو ألمس الشاشة أكبس بنص الشاشة على الهوم مش راضي يكبس، أحاول أسحب طرف الشاشة من الأعلى مش راضي تسحب. بيعمل إقفال تام للشاشة، يعني حتى لو طفيت التليفون وشغلته الشاشة مقفولة. لو أشغل على البصمة اشتغل ولكن الشاشة مقفولة، يعني اللي بده يشغل تليفونك ما راح يشغله على البصمة، راح يشغله من خلال الباسورد أو النمط أو إشي، مش راح يقدر إنه يلمس الشاشة أصلا. طبعا لإزالة القفل تكبس دبل كليك على القفل، راح يحكي لك أدخل الباسورد. طبعا الباسورد افتراضيا بيكون 4 أصفار ولكن أنا غيرته بحكي له 1 2 3 4، بعدين بحكي له Unlock. هيك تم إزالة قفل الشاشة. طبعا عشان تغير الباسورد بنحكي له من هون Create Unlock Password. أوكي، طبعا بتكتب له الباسورد الجديد من هون من 2 إلى 6 أرقام. وطبعا هون بإمكانك تحكي له Disable Lock During Incoming Calls، آخر خيار اللي هون، على أساس أنه لما يكون في عندك مكالمة جيتك مكالمة ما حدا يقدر يرد عليها، أنه لما تجيك المكالمة تظل الشاشة مغلقة ما حدا يقدر يمسك تليفونك ويرد على المكالمة بدون علمك. وهيك بإمكانك أنك تحمي تليفونك من المتطفلين من الناس الزنخة وتعيش بأمان ومريح راسك، يعني حتى لو نسيت تليفونك في مكان ما راح تخاف من أنه حدا يلعب في تليفونك أو حدا يرد على مكالماتك. ولهون أصدقائي بكون انتهيت من الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم أفادكم. إذا عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب، ولا تنسى تعطيني رأيك تحت الفيديو بالتعليقات. بشوفكم بالفيديوهات الجاية إن شاء الله. كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.